رأيك نلعب سباق؟ ماشي، أنا موافقة يا نادين، بس بشرط تسيبيني أنا اللي أسبقك. لا خلاص مش لاعبين، خلينا بقى قاعدين. طيب خلاص خلاص، نيجي نتسابق لحد البيت ونشوف مين اللي هيوصل للبيت أسرع. ماشي موافقة، يلا نبتدي. يلا 1 2 3. يا نادين يا نادين، حاسبي العربية يا نادين، العربية. نادين نادين، ازاي هي تجري كده ومش واخدة بالها من الطريق؟ قلت لها حاسبي العربية يا نادين. يا حبيبتي يا بنتي، ازاي بس يحصل كده؟ ليه كده يا نادين؟ ليه؟ قلت لك العربية، خدي بالك من العربية، ما سمعتيش كلامي ليه؟ وفضلتي تجري. يا حبيبتي يا بنتي، طمنا يا دكتور، للأسف البقاء لله. إيه بنتي؟ يا حبيبتي يا نادين، وحشتيني قوي، ده أنتي كنتي زي أختي بالظبط، مش صاحبتي بس. سارة، أنت هتفضلي حابسة نفسك في الأوضة كده؟ أنت بقالك شهر ما خرجتيش من البيت من بعد حادثة نادين صاحبتك الله يرحمها. مش قادرة أخرج يا ماما، ماليش نفسي أشوف الشارع، أنا زعلانة قوي عليها يا ماما، دي صاحبتي، مش قادرة أعيش من غيرها، دي كانت زي أختي. يا حبيبتي ده نصيبها، وكل واحد ليه عمر مش هيقدر يغيره، ومش ممكن أبدا زعلنا وحزننا هيرجع اللي راح. أكيد هي في مكان أحسن دلوقتي يا حبيبتي، اخرجي وعيشي حياتك وافرحي وانبسطي، واشتركي في أي رياضة، اعملي حاجة تسليكي وتشغل وقتك. هي لو شايفاكي وحاسة بيكي مش هتسيبك حزينة كده، هتقولك ما تزعليش خلاص أنا في مكان كويس، لازم تخرجي من اللي انت فيه ده يا سارة. حاضر يا ماما، هبقى أخرج أروح أي مكان، بس مش هروح النادي، ولا عايز أمشي من الشارع اللي حصل فيه الحادثة. ماشي يا حبيبتي، غيري لبسك ده وسرحي شعرك واخرجي. ايه ده؟ مين البنت اللي واقفة هناك دي؟ دي كأنها نادين، نفس تسريحة الشعر وعاملة زيها بالظبط، حتى نفس الوقفة. معقول ممكن تكون نادين؟ أما أروح عندها وأشوفها. نادين يا نادين، استني يا نادين، أنت بتجري ليه؟ إيه ده؟ هي راحت فين؟ اختفت ليه كده؟ أنت رحت فين يا نادين؟ أنا ما صدقت لقيتك. ايه ده، هي نفس البنت واقفه هناك اهي، انا لازم اروح عندها واتكلم معاها، لازم اوصل لها بسرعه. انت عايزه مني ايه؟ انت مش عارفاني يا نادين؟ لا ما عرفكيش، امشي بقى وسيبيني، انا عارفه انك بتمشي ورايا من بدري، عايزه مني ايه؟ معقول دي نادين بالظبط؟ هي نادين ولا دي واحده تانية وتكون شبهها؟ انا هتجنن، دي شبهها بالظبط، بس هي لو نادين كانت هتعرفني. احسن حاجه هارجع البيت، انا اعصابي تعبانه. استني يا نادين، حاسبي العربيه، العربيه هتدوسك يا نادين، اقفي اقفي. نادين نادين، ايه ده؟ هو مش كان في حادثه هنا؟ العربيه خبطت البنت اللي شبه نادين، هي العربيه فين؟ هو البنت فين؟ لا لا انا تعبانه قوي كده، انا لازم ارجع البيت حالا، انا اعصابي فعلا تعبت، انا بيتهيألي حاجات كتير قوي. سارة انت رجعتي طبعا، انبسطتي اما خرجتي وغيرتي جو صح؟ لا يا ماما، انا حاسه اني كنت بشوف نادين في كل مكان حواليا. ازاي بس كده يا حبيبتي، انت بتفكري فيها كتير. عندك حق يا ماما، انا بفكر فيها كتير وزعلانه عشانها قوي. بعد اذنك بقى هطلع ارتاح في اوضتي. ماشي يا حبيبتي اطلعي ارتاحي. يا نادين، يا ريتك كنت عايشة وموجودة معايا. سارة يا سارة، اصحي يا سارة، كل ده نوم، هتتأخري على المدرسة. هو أنا لازم أجي أصحيكي بنفسي كل يوم هجيلك؟ اصحي بقى. أيوة أيوة يا نادين، هصحى أهو خلاص. إيه ده نادين، أنا مش مصدقة عينيا. إيه ده، هي فين؟ نادين يا نادين،
صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي، مالك شكلك مرهق ليه كده؟ انت ما نمتيش كويس امبارح. بصراحه يا ماما ما نمتش، وحاسه اني تعبانه. انا هعمل نسكافيه عشان افوق شويه. انا طول الليل وانا بحلم احلام غريبه، وكل شويه اشوف نادين قدامي، شفتها في الشارع، وشفت مشهد الحادثه. واما رحت عند الحادثه يا ماما ما لقيتش حاجه، لا لقيت العربيه ولا البنت ولا كان في اي حاجه. انا مش عارفه بيحصل لي ليه كده. وكمان شفت نادين وهي واقفه جنبي بتصحيني يا ماما عشان اروح معاها المدرسه، ودورت عليها في كل الاوضه ما لقيتهاش. يا حبيبتي كل ده بيحصل لك عشان الصدمه. طب ايه رايك نروح لدكتور تتكلمي معاه؟ اكيد هيعالج موضوع التهيؤات ده. قصدك ايه يا ماما؟ قصدك اني مجنونه؟ شكرا قوي يا ماما. لا يا حبيبتي مش قصدي كده خالص، انا قصدي انك تتكلمي معاه، ممكن يديكي علاج يهدي اعصابك شويه. خلاص يا ماما عندك حق، اكيد اللي بيحصل لي ده من الصدمه. انا هعدي الموضوع ده وانساه خالص، واحاول ما افكرش في اي حاجه حصلت، ولازم ابقى عارفه ان كل واحد ليه عمر وليه نصيب هياخده. بالظبط يا حبيبتي، برافو عليكي. انا بقى هحضر لك فطار واعمل لك نسكافيه عشان الكلمتين العاقلين اللي انت قلتيهم دول. ايه رايك بقى في النسكافيه؟ تسلم ايدك يا ماما، حلوه قوي. ماما انا هخرج اروح المكتبه، يعني اقرا كتب شويه اتسلى واغير جو. ماشي يا حبيبتي روحي، انا عارفه انت بتحب القرايه. ايه ده، مش دي البنت اللي شبه نادين واقفه هناك اهي؟ اما اروح اتكلم معاها. لا لا، فوقي يا ساره فوقي وارجعي لعقلك. انت عارفه كويس قوي ان نادين ماتت في الحادثه قدام عينك، ومش ممكن ترجع تاني. هو اللي انت بتشوفيه ده تهيؤات وحاجات موجوده في دماغك بس، دي اوهام يا ساره، اوهام. انا هروح المكتبه ومش هبص لاي حاجه حواليا. ايه ده، مش انت البنت اللي كنت واقفه؟ تعالي تعالي يا ساره، انا مستنياكي من بدري. انت اتاخرتي عليا ليه؟ مستنياني؟ هو انت تعرفيني اصلا؟ بقى كده يا ساره انا زعلانه منك، مش عارفاني. تعالي يا ساره. انا مش هسيبها تاثر عليا تاني، دي تهيؤات مش حقيقه. انا عايزه اتمشى شويه، انا هروح النادي عشان اقعد هناك في الهوا واغير جو. ما تبصلهاش يا سارة، دي تهيؤات، لازم تكوني متأكدة ان هي تهيؤات ومش حقيقة. نادين ماتت ومش موجودة. لا يا سارة انا موجودة قدامك اهو، تعالي العبي معايا زي ما كنا بنلعب قبل كده. لا انت مش نادين، ابعدي عني. انا نادين يا سارة. هي سارة بتكلم نفسها ليه كده؟ اما اروح اشوفها، جايز تكون تعبانة. ازيك يا سارة، انت تعبانة؟ انت واقفة بتكلمي نفسك ليه كده؟ انا، هو انت مش شايف حد واقف معايا؟ لا يا سارة انا مش شايف حد واقف معاكي، انا شايف ان انت بتكلمي نفسك. انت شكلك تعبانة، ممكن تكوني مرهقة. ايوه فعلا عندك حق، انا هرجع البيت عشان ارتاح. سارة انت صحيتي؟ يلا تعالي بقى عشان تفطري معايا. ماليش نفس افطر يا ماما، حاسه ان انا زهقانه وملانه. ليه بس كده يا حبيبتي، تعالي افطري وانزلي العبي في البسين شويه، الجو حلو قوي. ماشي يا ماما، فكره كويسه، هلعب في البسين. فعلا عندك حق يا ماما، الجو حلو قوي. الحقيني يا ساره، انا بغرق يا ساره، انا مش بعرف اعوم. ايه ده نادين، انا هنقذك ما تخافيش. سيبيني سيبيني، انت عايزه مني ايه؟ انت كده بتغرقيني، سيبيني. لا مش هسيبك تطلعي بره الميه، انا عايزاكي تموتي، انا عايزه اخدك معايا العالم بتاعي يا ساره، زي ما كنا اصحاب مع بعض وبنلعب، لازم كمان دلوقتي نكون اصحاب وتيجي معايا العالم بتاعي، مش لازم نتفرق. انت مش نادين، انت شبح بتاعها، ابعدي عني. مش هسيبك يا ساره. مالك يا ساره يا حبيبتي، في ايه؟ الحقيني يا ماما، انا بشوف شبح نادين، انا كنت بغرق، كانت هتغرقني يا ماما. طيب اهدي يا حبيبتي، ما تقلقيش، استعيذي بالله وما تخافيش، انا موجوده معاكي اهو، مش هسيبك. انا خايفه منها قوي يا ماما. يا حبيبتي مفيش حاجه من الكلام ده،
انتي اكيد بيتهيألك، انا هعملك حاجه تشربيها تهدي اعصابك. روحي انتي بس تغيري لبسك واقعدي ارتاحي، وما تنزليش الميه تاني دلوقتي. حاضر يا ماما. انتي تاني عايزه مني ايه؟ سيبيني بقى، ابعدي عني، انا متاكده ان انتي مش نادين، انتي شبح. يا ساره انا عايزه اخدك معايا، انا جبتلك طريقه سهله تموتي بيها عشان تعرفي تيجي معايا العالم بتاعي. انتي مجنونه، ابعدي عني، اعوذ بالله. ايه حصل تاني بتجري ليه كده؟ يا ماما الشبح كل شويه تظهر لي وانا تعبت خالص. طيب تعالي نخرج انا وانت من البيت نغير جو شويه. يا ريت يا ماما. خلاص يا ساره خرجنا واتفسحنا وغيرت جو وراجعه نفسيتك مظبوطه، ان شاء الله اما تنامي وتصحي هتبقي احسن ومش هتشوفي اي حاجه. يا ريت يا ماما، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. ساره يا ساره اصحي يا ساره، يلا تعالي معايا انا مستنياكي، يلا تعالي. ايوه ايوه حاضر هصحى اهو. تعالي يا ساره. ايوه انا جايه. ساره انا حفرتلك الحفره دي، انزلي فيها عشان توصلي للعالم بتاعي بسرعة. يلا يا سارة انزلي. مياو مياو مياو. ايه ده؟ انا فين؟ وايه اللي جابني هنا؟ ايه الحفرة دي؟ وانا نزلت فيها ازاي؟ انت طلعتي ليه يا سارة؟ ده انا كنت هاخدك عشان تعيشي معايا، انت لازم تموتي عشان تيجي العالم بتاعي. انا بكرهك بكرهك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مشيت واختفت. يا ماما يا ماما. يا خبر ده صوت نادين، يا ترى في ايه؟ في ايه يا حبيبتي مالك؟ كنت بتحلمي حلم غريب ولا ايه؟ ايوه يا ماما، الشبح شبح نادين جاتلي في الحلم وما حسيتش بنفسي غير وانا بمشي معاها، وكانت حفرالي حفره في الجنينه بس قدرت اهرب منها. خلاص يا حبيبتي استعيذي بالله واقري القران وهي مش هتظهر لك تاني ابدا، وتعالي نامي جنبي. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا ماما. نمت كويس يا حبيبتي؟ نمت كويس قوي يا ماما، وحسيت ان انا مرتاحة وما شفتهاش تاني، خلاص ما جاتليش تاني في الحلم يا ماما، الحمد لله مشيت ومش هترجع تاني. الحمد لله يا حبيبتي، عيشي حياتك بقى وانسي كل حاجة.